بهفايا ملهوف في سرها يتكي طوف وعجب لحال المغافيف هفت غريبة لا غشوف هفت بهفايا ملهوف في سرها يتكي طوف وعجب لحال المغافيف هفت غريبة لا غشوف في غيركم ألف هفا يحتاجها الطب وصفا في غيركم ألف هفا يحتاجها الطب وصفا حكمة بسيطة تصحي باقي البشر بحلى طرفا العقل سهلا ضميرك إذا اهتف في قتلا هفت العقل سهلا ضميرك إذا اهتف في قتلا أما ضميرك إذا اهتف فالحال يا صاح تسول من عمه ناقص فجأة يا ما عدناش ناقص خرج سلم نفسك من بدك تك ما تشتي أنت يا نعمان أنا ما بتعلم أنا
انا اجوك ادي لك الشبكتينو. انت طلبت الشبكتينو؟ مش وقت المزاح الحين، مش وقت المزاح من عيد الحين. شبكتينو ما بسوي انا. الله، مو شمو هذا؟ بارود. ايوه صح، بارود. نسوق هذا البارود. نار. ايوه نار. رصاص. صح. شوف ست اسمع عمر، قول لي ما بتعرف هنا قبل ما اندفك واحد. لا تندفنيش، انا حانب وانا لي 3 ايام، وانا حانب وانا بالخانه حقك بالسياره، وغدا الحانبه بالغابه مرهونه عندهم، قالوا ما مرجعش الا بالاسد، وانت وانا محل بطلنه يا عمي. ايش محل بطلك؟ قول لي ما تشتي، ايش معك مني؟ على فكره انا فكره اشوف لك حاجه، عبد المنعم مات بسره، لو انت تدور حاجه خلاص عبد المنعم انت تكلم ما تشتي. خلاص انا ايش اقول لك مشتي؟ ما انا جوك ادي لك الغله. غله؟ ان انت تتهابل يا مدير، انا جوك ادي لك الذاكره. ها؟ جوك اديك لك الذاكره. الذاكره؟ تتكلم صدق؟ اه صدقي. منك جد؟ والله انك ابن الناس، وانك اصيل، وانه يقطع ذيك العيش والملح. ليش يا نعمان طيب هربت؟ وليش قلقتنا؟ وليش خوفتنا عليك؟ ما كنت تذاكر من اول وخلاص؟ ما لا انا اصلا لو كنت هربت والذاكره هله معي، ايش تمسكوني الشرطه؟ وش يحلفوني يمين اني معك الذاكره وانت داري بي انا ما احلفش يمين كذب؟ شو اقول لهم ايه معي؟ لكن هموك وما كنت شرطه تقول اول شيء لقيك. ها ادي لك الذاكره وبعد اللي مسكوني الشرطه وحلفوني يمين شحلف لهم معلش. يا سلام. يا سلام عليك، يا سلام. انا بصراحه مش في هذه اللحظه مش قادر اعبر عن احساسي نحوك. اصيل ابن الناس. مو بردقاك. الا الذاكره. ها قولك بردقاك. الذاكره لمو ما مكنوكش عيالك. من؟ عيالي؟ ما دخلوا مذاكرة يعني؟ ما كنت ابنك عبد الله؟ لا إلا 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 مع عبد الله. ما كان عبد الله؟ قالوا يشتري الفروق على حقيقتك وانت تعمل الجرائم المشيقة. كذب، كل كذب، تزوير. أبوكم شريف لا تصدقوش. كذب، كل كذب. أبوكم شريف لا تصدقوش. كذب لا تصدقوش. لا أنا شريف. لا 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 كذب 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 كذب. لا تشاهدوا لا تشاهدوا لا تشاهدوا. كذب سمير. ها 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 كابوس. كنت أحلم. الحمد لله الحمد لله إنه حلم. أنا شريف. الله يبعد عنك كيد الأعادي يا قلبي. آمين آمين يا رب. يا الله لله يا صديقي، بلا قوم قوم استريح، قوم بين الشمس من الغبن هذا ما له ذا. يا شريف هذا صورة مرهق وتعبان يا أخي، خلي لحاله. إلا صدقك الرجل ساقط وقتمه. ها ما أقول لك أنا تعب مسكين، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعب مرهق تعبان تعبان هذا قد تعبان. من هو هذا التعبان المرهق؟ هذا وين هذا الزفت عبود الدشاي حكي؟ أحسن قالت يا حليب لأحسن مثل حليب الأحمر خليهم حليب أحمر أحسن قلصين شاي حليب وشاي أحمر لأحسن نتن بالنتن داخل السك البطل؟ أيوة النتن البطل؟ النتن نتن هو كله عرفه خيبة أنا عاد أوريك النتانة على صورة. تعالي قو جاي قو قو شكرين على العزية والجراح، شكرين على اللي جاي واللي راح، شكرين صدق المثل اللي يقول اللي ما يصبش لامه يصب الا النتن. غسل تمام، انا بصدق اللي توضيني انا غسل 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 شكرين لنا هذه ملك كهرباء على قدر شيء قدر غسل بغير كهرباء بغير هباء على يلا نظف يا
صباح الخير يا شاوش، كيف الحال؟ نظف ما يرجع سع وجهك. سع من؟ سع وجهك. لما نعمل السع وجهك احسن، بصفصف انت على وجهي من وين؟ بس نظف! بس افرض انه ما رضاش يرجع سع وجهي مثلا. ما رضاش يرجع سع وجهك؟ افرض انا متحمس مش انه اقول لك انسى، افرض انه ما رضاش يرجع سع وجهي. انا اوريك كيف يرجع سع وجهك! والله ما رجعوا سع وجهي، قسما بالله. دلك ساعة الجن؟ أنا ساعة الجن، ساعة الجن لو مش ساعة الجن. ساعة الجن. لا ده ما ساعة الجن، يلا يا شباب أنا واع واع للجاحو. لا 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 والله استمع والله لا يقعوا خرجون هنا. لا لا لا. صح. اللجن غور مو جدي. أنت من عصبة. عصبة ميدانية. بسف. يلا اللي بعده. أبو انا قبلهم الكل دلك سواء انا سواء انا سواء معنا العرق انا سواء العرق ثاني يجي ثورك ها اسوي اسوي مسكون ما لا انت ما تطلع على النبي احنا ننتقل لايد العاطله ايش العاطله 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 ها تعال يا عبود معك زياره دكتور قاع ايوه دكتور قاع يا نتن دكتور اتمام هل تشتكي بالضمانة الضمانة الضمانة ما عليك منه فليتنا لا لا بس نساقتي يا فندم صابر اعذر من امس وحدين الصابة من امس وحدين الصابة نعم قال لنا اصابة كذاب والله اصابة راجل النتن ابن النتن هذا النتن ابن النتن هذا بهذني بهذا لا خلاني امسح الحمامات امسح الارض ضرب لي ضرب لا خلاني القط حتى غسلت لي بحقل وهذا متفرقوا له وهذا ما يستحيل يتفرقوا له كلهم مكانك يا نتن والله لخلي المدير يقولك على السجن الانفرادي الله 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 السجن الانفرادي وشريف يتفرق له طبعا وانت انا متداخل انا مجمع تبرعات لفلسطين 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 يا نتن تعال يا ابن النتن صافي طنين يا السلامة انا خالق ضمانة أرجوك غير ترجع عند خالد تهتم لي بعبود ما تخليش أي حد يضايقه في السجن. ولا يهمك أستاذ ممنوع. أشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا دكتورة؟ تمام الحمد لله كيفك؟ الحمد لله والله الحمد لله شكرا الحمد لله. تزعجك الضمانة؟ لا والله يا عبود قلت أكيد لك صبوح بعدين بروح أدبر الضمانة. تدي لي مو؟ صبوح. لا تديني الصبوح اصبحوني احسن الله يحفظك اديك الضمانه مالش يا عبود اتحمل لما ندبر لك الضمانه لان الضمانه ضمانه اكيده وفي صعوبه بالحصول عليها ضمانه اكيده اذا لابد دافع اكيده الدافع اكيده عبود والدافع يحسب بنقشي حساب عبود ايش في مالك انا ابو شي الدنيا بخير الدنيا بخير صبين بينك يا دكتوره ابو معي زملاء داخل سجني ودعتوهم بحرارة يعني محرق ان انا رجع لعندهم يستقبلوني بحرارة اشد عادي ارجع السجن وقل لهم جبت لكم الصبوح واكيد بيفرحوا بالكبدة لا تكبدنيش لا تكبدنيش انت مدريك مدريك ابتن داخل وبدن عرضي والله يا عبود انه شغل الشاغل انني ادبر لك الضمانة الله يكثر خيرك يا دكتورة لا تشغليش نفسك بس في ما هو اهم من الضمانة ومن كل شيء إيجاد نومين والذاكرة اللي فيها الدليل هذا بيوصلنا إلى أن احنا ندخل المدير وربشان وكامل إلى السجن أكيد إذا حصلنا نعمان مع الدليل ما بنحتاجش ضمانة نهائيا وبتخرج يا عبود من السجن لا ما حصلناش إن شاء الله بنحصله وأنا والدكتورة الآن بنتحرك النيابة علشان نتابع التحقيقات والبحث عن نومان المهم ما تقلقش يا عبود أنا ما مش قلق أنا ما أناش قلق بسبة داخل وبدن عرضي الله فندم سرنا للمصحة أكثر من مرة لا ظهر لا نعمان ولا زوجته إجراءاتكم تتخذوها حول اختفاء هذا الذي اسمه نعمان علم يا فندم حالا متى آخر مرة شفت نعمان فيها والله يا فندم أنا ما شفت نعمان ولا أعرفه ولو كنت شفته كنت بقول والله ما أنا ما شفتوش والله شفت الفجر فجر اكتب ان بالضبط شفت في الحلم وجالس انا شايف علي جاي ما بشوف علي جاي تعرفين عمان ها
ما بتكتب انت؟ انا شفت نعمان خارج من المبنى للبوفيه، سعد مفجوع. سعد مفجوع؟ ايوه سعد مفجوع. طيب حد كان ماشي معه؟ حد كان بيلاحقه؟ شو الصدق ولا ابن عمه؟ شو الصدق؟ الصدق 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 لا. طيب قبل الفوضى ولا بعد الفوضى؟ قبل ما يخرجوا المجاني ولا بعد ما يخرجوا المجاني؟ شو الصدق ولا ابن عمه؟ اشتي الصدق 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 انا اقول 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 قبل الفوضى. نمنا نديتم بها؟ انت موظف هارك في المستشفى؟ شو الصدق ولا ابن عمه؟ اشتي الصدق 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 ايوه مجنون خبر. اخر مرة شفته قبل الفوضى بيومين. قبل الفوضى بيومين. اكيد تعرف العم نعمان؟ ايوه. طيب قولي لي اي معلومات عنه. اعرف انه عم نعمان يشتغل عندنا بالبوفية بالمصحة، وافضل واحد يسوي النسكافيه والكابتشينو والقهوة، بس اخر واحد لو ما نطلبه يدي لنا الطلب كله من عمل زوجته غزال. هذه غزال بطيئة 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 جدا مشيته. حيلك حيلك حيلك. اكتب لك هذا الكلام غزال ما غزال. سألتك عن نعمان دخلتي لي في غزال. شكرا لك. يلا عفوا يا فندم. تعرف اسمه بالكامل؟ اعرف اسمه بالكامل. قل لي باسمه بالكامل. نعمان بن قلص الشاهي المقاوي. واسمه نعمان المقاوي. الله يحفظك. طيب تعرف اينو ساكن؟ ايوه اعرفه اني ساكن. انا ما حد يعرفه ساكن. اينو ساكن؟ ساكن بالبوفية. هو مرته غزة. هل رأى السجن سكارى سكارى مثلنا؟ ما عجبوا شغلين ولا عن اليمين ولا اليمين ولا اليمين ولا اليمين. يا حمام ونغني للمين يا حمام ونغني للمين. ولا عبو تفضل صباح. أيش؟ تفضل صباح صباح كاي صباح صباح. تفضل تفضل صباح صباح. هاي صباح عم صباح. من هذاك الدمعة مع زيت زيت الزيتون. على فكرة زيت الزيتون هذا واحدة واحدة للتدليك للمسمه يزيل التوتر يزيل التوتر والتوتق يزيل العرق يزيل النتن يزيل ايش؟ يزيل الحراقات يزيل الحراقات يزيل ايش؟ الحراقات يزيلك ارحم الراحمين باذن واحد احد ان شاء الله. لا يعني انا شوف لا حضان عليه حرم مع ادي مزقهم والنعمه بيده. ايوه ادي عبود مش لي لفلسطين وانا الاسرائيل صح. تعال يلا يا شباب تحرقوا تعرق انا قيّا. متى اخر مره شفت فيها العم نعمان؟ يوم الفوضى في الصباح طلع القهوه للمدير وتاخر والمدير كان يصيح ليش هو مره بطيء. العم نعمان مره بطيء والمدير اشتي يفصله بس انا اقول له حرام يا مدير خلوه يشتغل. وهو مره بطيء بطيء جدا 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 مره بطيء العم نعمان. والله مش طيبه قوي. عندكم مستلم البواب يوم الحادث؟ ايوه نعم. طيب بصرت نعمان وخارج؟ ما شفته والله ما شفته يا فندم لأننا كنت مستلم من الصباح وما شفت نعمان يخرج أبدا. طيب قبل الفوضى ولا بعدها؟ أيوة لما بدأت الفوضى أنا غلقت البوابة الرئيسية بالقفل والكالو ودخلنا لأن إدارة المستشفى طلبت مننا تكثيف الأمن على العنبر المجاني. يعني البوابة كانت مغلقة؟ أكيد. هذا معناه أن نعمان ما خرج من البوابة. نعم. طيب ما رأيك أنه في محضر الضبط البوابة كانت مفتوحة؟ كيف مفتوحة وأنا متأكد أننا غلقتها إلا ربما يكون نعمان فتحها وخرج لأنه معه نسخة من كل المفاتيح. يا ذي نعمان الذي طارت حبالك.
إنه منك صدق يا فندم بتدوروا نعمان، إنه صدقتوا لك شحر ولا هذا الدكتورة، وبعدها أكيد 100% هي هربت مع حبيبها. آه حبيبها المجنون. أنا أسأل وأنت جاوب بس، ما فيش داعي لتعليقات زيادة. قل لي ليش مفاتيح البوابة اللي دخلت منها السيارة اللي كانت جنب الجثتين مش موجودة معنا؟ أصلاً يا فندم إحنا البوابة هذه ما عاد حد يستخدمها أبداً من بعد ما عملنا البوابة الرئيسية. طيب والنسخة الباقية مع من؟ ها؟ نسخة مع نعمة، أيوه، ونسخة مع هؤلاء التمرزية، هؤلاء المقتولين، الله يرحمهم، الله ينتقم من قتلهم. نعمان نعمان كله مرتبط بنعمان. ايش في نعمان؟ نعمان هذا قصة كاملة، الذاكرة معه، مفاتيح المصحة كلها ومرافقها معه، وهو الذي فتح البوابة حق المصحة الرئيسية. والأدهى من هذا انه هو مختفي وكل الأدلة والاستدلالات معه، لو نلقاه بس. عنداري لابد ما نجمع أكبر قدر من المعلومات عن نعمان وزوجته محل إقامتهم خارج المستشفى. هذا توافد. أنا لا 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 عبود مالك؟ ولا ولا بيجي شيء، بس إلا تعب تعب إرهاق يدلعون داعي له. ايش هذا؟ هذا السامن حقكم اللي بدنا تنهون الصبح. ليش رجع كذا؟ سبحان الله برضاه، ليش برضاه انه برضاي؟ والله ابو تشفي ولا بحاجه ولا بشي، وانا ما هم جبت لك غدا نسيته. الله وديك غدا بعد ما اسمه ذا؟ تفرطس. هذا تفرطس وقرص حقي. انتبه انتبه انتبه. اتقي الله يا دكتور، لا تقولش تدي معدل، هذا سجن سجن، ما حد يقول يدي معدل داخل السجن، في مقرنين، في ناس يعني ناس قتله. طيب سليمه ايش فيك؟ مالك عبود؟ انت الدرداعي؟ الدرداعي عردادي عردادي يا سلام، شوف الناس اللي درسوا، شوف الناس المثقفين عردادي، سلام. هذا العردادي اذا كان يقابل الصحن الصغير مش هو عباده؟ احنا ماشي نعم نربي لنا هنا مزرعه على ديد، ما ينفعش يا دكتوره كوني يجيب بلاستيك، الدكاتره والاطباء كلهم ينصحوا بالبلاستيك. اديتك الضبانه؟ اديتك الضبانه؟ لا يا عبود، التجار ما رضوش لانه المبلغ كبير، والضمان لاني اكيده مستحيل ان احنا نلاقيها. لا تقلقش يا عبود، انا ان شاء الله بجمع فلوس واجيب الضمانه. لا عاد تعبيش نفسك يا دكتوره، الله يحفظك عادي، نبقى انا بس قد قدري قدري مكتوب لي، اهم شيء انت اعطيني لي البلاستيك اللي تقولي تديه، ولا تعبيش نفسك، اهم شيء حصلوا نعمان. لا يا عبود، للاسف ما حصلوش نعمان، والمشكله انه ما فيش حد يعرف عن نعمان حاجه، لا مكانه ولا قريته ولا شيء، حتى بسجل كشف الموظفين لا اسمه ولا اسم خاله غزل موجودين، واحتمال يحققوا مع المدير العام. باي منطق تقبل توظف واحد عندك هانا بدون أن تعرف هويته ولا أي معلومات عنه؟ يا فندم، أصلاً نعمان ما هوش موظف هنا رسمي، أنا شغلته في البوفيا، هو زوجته قلت يعني يكسر الله، حتى الدخل حق البوفيا كلها اديناه له، نفعل خير ونرجع البحر. جزاك الله خير، لكن هذا مش مبرر إنك تشغل عندك وتأتمن على مفاتيح المستشفى كاملة ولا أنت عارف من هو ولا وين عنوانه. يا فندم، انا اصلا ما دخلت هالمصحه الا عن طريق الدكتور عبد المنعم، والدكتور عبد المنعم هذا استشاري عندي وقال انه هذا من بلاده وهو يعرفه، وهذا نعمان هو مريض عنده وقال بانه فاقد الذاكره، لذلك انا قبلته بواسطه عبد المنعم وثقت فيه ودخلت ابدا في اي تفاصيل اخرى. نعمان طلع من بلاد الدكتور عبد المنعم وهو اللي قابل المصحه، غريبة، أول مرة أعرف هذه المعلومة، بس ليش عبود ما كلمنيش؟ يعني إنهم من بلاد واحدة وقد ذا بينهم مشاكل
ودخلوا بنتي بالوسط. ياب الله يحفظك، عبود مالوش أي ذنب ومالوش دخل بهذا الموضوع. حلو إن إحنا عرفنا من فين بلاد نعمان، لأن هذا خيط بيوصلنا لحل القضية إن شاء الله. حياك الله يا أستاذ. الله يحييك، شكرا. تسلم، الله يرضى عليك. أستاذ ممنوع، ممكن تخلي أي حد يجيب عشا لعبود ويطمن عليه؟ لأنه أنا بصراحة حاسة أنه في حد يأذي في السجن. طيب الساعة هذه عشا يا دكتورة؟ عادوا بدري يعني؟ أنا عارفة أنه بدري، بس أنت تدري أنه في السجن ممنوع ندخل أي حاجة في الليل. لا ما بش معنا عمل غيره عبود دي. كودنا نسبر له صبوح، نسبر له غداء، نسبر له عشاء، إنه يأكل من أكل السجن مثله مثل المساجين، أو على رأس ريشة. أصايا رجال، اعتبرها صدقة وأجرها عند الله. يعلم الله كيف الأكل في السجن يابا، وبعدين عبود يستاهل، وما فيش معاه في الدنيا هذه إلا نحنا. لولا عبود ما كنتش عارفة إيش كان مصيري. خلاص يا دكتورة ما تقلقيش، أنا بودي له العشاء بنفسي للسجن. ها لحظة يا أستاذ. ممكن تجيب هذه الفلوس لعبود لو احتاج شي ولا شي؟ فلوس حاضر. معلش مني، معلش مني يا بنتي. ولو تعبتك يا أستاذ، ممكن تزيد تسألي عبود وتقول له ما دام يعني نعمان طلع من قريته أكيد بيكون يعرف حد من أهله أو قربائه، لو يعرف يعني ممكن تكلمنا علشان نحاول نوصل لنعمان. حاضر، ولا يهمك يا دكتورة ما تقلقيش. يو على فضيحة فضحهم ربي. منهم؟ عبود ونعمان طلعوا من بلاد واحد. الله، والفضيحة مو بينا لو طلعوا من بلاد واحدة، أكلناها أنا وعبد المنعم من بلاد واحدة، وكان يأكلني ويشربني ويصرف علي ويعمل لي كل حاجة. يهبل، عبود ونعمان عملوا مؤامرة علشان يغلقوا المصحة، وكمان خربوا بيوتنا وقطعوا أرزاقنا. لا لا لا، عبود مسكين، عبود مسكين. ها مسكين صح كلامه، إنني مضيعة نفسي مع واحد أهبل ينصحني عبود، بس أني ما صدقتوش. لما مو قال عبود ما بقول لكش، لأنه إذا قلت لك بتقول إنني ما بتصدقنيش، بتقول إنني فاتن بينكم. روح شوف شغلك وأني مش فاضي لك. ها سمير سمير، أنا بتقل بيش تكوني زعنك مني؟ مو قال، قلت إن شاء الله، قلت إن شاء الله مو قال. اسمعني، ها إذا قلتوا لك ما بتصدقنيش. لا لا أصدقش، والله لا صدقش، أنت ما أنتش كذابة أبدا أبدا. قال إن أنت أهبل وما تفهمش. إن عبود يقول له كذا ولا المعي يقول له كذا؟ عبود يقول كذا لأنه يحبني. عبود يحبش، عبود يحب الدكتورة ما يحبكش أنت. لا تصدق، شو يحبنيني بس؟ انت مسكين وطيب وحبوب ودبدوب. ايوه دبدوب، انت تشتي الناس كلهم يكونوا مثلك طيب. انا بصراحه ما عجبني فيك لان انت طيب، وعبود قدر يضحك عليك وعلى الدكتوره. تذكر لو ما كان يحب واحد اسمه نقوى سيبه، والان يحب الدكتوره صباح، لان الدكتوره هي تحبه. ما تفكرش أنت كيف دكتورة تحب فراش، إلا إذا كان عبود قدر يضحك عليها. عبود حاول إنه يضحك عليا بس ما قدرش، كان يحاول ويتعذر إنه يدخل يدور نقوى عشان يقابلني ويحبني. بصراحة أنا طنشته ما عبرتوش. لما؟ لأنني أحبك أنت يا حزومي. الله حبيبتي يا حبيبتي يا سمينة، أنا أحبش، أنا أحبش، أنا أحبش. أنا والله ما لي علم، والله ما لي علم إنه من البلاد، يعني زخرة ما شاء الله بلادنا يعني ولادة. أنقبت الدكتور، أنقبت المريض، أنقبت نعمان، أديك الضمانة. لا جزعت لك العشر. لك الحمد يا الله. بو عشاء، أنا تحسب بدنا نقول أم تحسب دعين المساكين بو عشاء بو صبوع بو غدا يأكلوا يشربوا، بس ما مش ضمانة. أديك الضمانة. شوف يا عبود، الدكتورة تهمك وقلق عليك. ما قلق منك، والله أنا قلق من يوم ما عرفتك يا عبود. مالك، السجن للرجال، السجن تهذيب وتأديب وتعذيب. تخش تشبه الديب داخل، كيف يعذب كيف يفعلك. أديك الضمانة.
طيب انا بطمنك يا عبود، شوف النيابه اصدرت امر بالتفتيش عن نعمان بالقريه واحضاره، وان شاء الله ما يكون الا كل خير. لك الحمد يا رحمن، توكلنا على الله. ندخل نعمل لنا سكتتين كده حمد وشكر. ذكرت الدكتوره رسلت لك معي 2000 ريال، قالت لو احتجت شيء ولا شيء. الله يحفظ الدكتور. تفضل. الدكتوره كانت تدير 4000 انا اذكر. من الجزء الاول كده هي تدي 4000، ما قدتش اقل من 4000، انا باقي. ايش تقصد يا عبود؟ ضحك معك. رجع بيس حق الدكتوره اقول له الله يجزي الف خير. يكفي قايه تخسر لنا عشاء وغداء صبوح كم قحدي. تمام. كلام. ودي كان لابو معك سياره. مش معقول تدخن يا عبود؟ متفاجئ صح؟ ايوه. بس يعني منصدم. اكيد. منياحي انت تعرفي منياحي. من فترة بسيطة. لو متفاجئ كان انا ادخن. التدخين مضر بالصحة يا عبود. ايه مضر بالصحة، بس السيق مضر بالصحة زيادة. هات هات زين دخين. لما دخلناش يدخنوا بنا داخل. هات. شرب؟ طلع طلع انا ما شاء الله الاصلي معك. اشكرك من اعماق قلبي يا فندم خالد. العفو منك يا استاذ ممنوع، لولا صداقتنا ما خليتك تزور عبود، مع انك داري انه مزياراتهم كثيره عندي ممنوع. صحيح، اشوفك على خير. وانت مش من اهل الخير لما تتسلى طبعا. ان شاء الله ما يكون لا خير. ان شاء الله. مع السلامه. عسكري. فندم. دخلوا الحبس. حاضر. عقل سليم، بالنسبه لسليم. جا الله يتهمه سليم. اعمل لك امه، اعمل لك امه، اعمل لك امه خلي الشباب ياكلوا، خلي ودك لعبك بالذات اللي هناك هذاك مسكين المضروب بينهم هذاك اللي هناك اللي طرحه والنظارة مربط كله في كله ما علي انا ما قليش انا اصير اكل عشوا 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 الشباب عشوا يا شباب اتهموا اتهموا ما عجبكم يا شباب الله هلا وسهلا شنو مسكت احلق احلق انا مسكت احلق لما طلع على ابواب بعشت احنا لا غاز لا بترول لا حلاقي احلق انا خبرتك اشتقوا بعد ما خبرتك انت مش وقت الدفان تحت مش وقت الدفان مش وقت الدفان والسجاير بين يكون حلقتهم هم عاقلون ما بتفعل صلي على شنو خليك مشداس هدا نزل نزل يدك زمن حنقة مقا روح دخنوا حرام لا تدخنوا كلكم كلكم تشبعوا دخان خلوا ابوها تحبل بلبح ما معانا دخنوا دخنوا مكسرات ايوه مكسرات الوجه في السوق ما انا معك معك اضحك ما انت حلو والله ما عشتكش تعرف تضحك شرب شرب مكسرات مومو كيف كيف مكسرات الوجه كيف غي شوكو لحظة مش وقت السواقة الحين شو اللي عندك ايوه شوف حرام قسما بالله قسما بالله ما يضرب هذا مقول خبر حرام يضربين له انا فاقد له